حضراتكم ان هو اليوم يا اخوه هو يوم الجمعه الفريده في العام، لا اقول في العشر الاول من ذي الحجه، وهي جمعه لها افضليه على سائر الجمعات، حيث وقعت في عشر ذي الحجه التي اقسم الله بها والتي لها شرف عظيم في العباده والعمل. شرف الايام ايها الاحباب ليس لمجرد ان الانسان يحيا فيها، يعني ما تقولش ربنا أكرمنا وحيينا رمضان، لا، ربنا أكرمنا وانت تكون انت أحييت رمضان، أحييت رمضان في حياتك انت بالذكر والعبادة والطاعة، أحييت العشر بالذكر والعبادة والطاعة وصلة الأرحام وتصحيح الأخطاء وتصحيح المسار السيء في ونمط المعيشة الخطأ والاشتغال بالقربات على تنوعها، وأهم القربات على الإطلاق المتعدية، المتعدي نفعها. لما تقوم تصلي الليل كله والصبح تتصدق بأين أورو بواحد يورو، صدقة الواحد يورو أفضل عند الله من كامل الليل كله، مع فضل قيام الليل وأهميته، مع فضل قيام الليل وأهميته وعظم ثوابه، لكن الصدقة ستساعد بها مسكين محتاج، هذا في حد ذاته فيه جبران، فيه مساعدة للمسكين المحتاج أو عاجز أو كذا وكذا. فاتفق أهل العلم على أن أجر العبادات المتعدي نفعها أفضل بكثير من العبادات القاصر نفعها. مش معنى كده أنك أنت تتصدق في الصبح بثلاثة يورو أحسن من أنك أنت تتصدق يوم الليل، لا طبعا. الإنسان الجنة ليس لها باب واحد بل لها أبواب، وتعدد أبوابها ليس لكثرة الداخلين أو لأن الداخلين لا ينفع يدخلوا من باب واحد، لا، هي أبواب أعمال، أبواب طاعات. وخير الناس من يجتهد أن يدخل من جميع أو من أكثر الأبواب. أفضل الأيام نستقبلها أيضا يوم عرفة، يوم الاثنين القادم إن شاء الله، يوم عرفة، وقد أقسم الله به في القرآن الكريم في سورة البروج، فقال الله تبارك وتعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. اليوم الموعود كما في الحديث هو يوم القيامة، والشاهد واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة. إذن أنت في يوم الجمعة وعندك يومين من أيام العشر، السبت والأحد، وعندك يوم عرفة، يوم عظيم أقسم الله به، وعندك أجل يوم في العام وهو يوم العيد. هذه الأيام استثمروها أيها الإخوة. لا أخفيكم أنه بالتجربة، فضلا عن النصوص التي نقتدي بها، نصوص الوحي الشريف، أن الدعاء مستجاب في الأيام الفاضلة، لا تشك في هذا ولا ريب فيه. الدعاء الذي تدعو به في يوم عرفة اعرف أنه مجاب، اعرف أنه محقق. ويعني مر بنا ناس دعوا في يوم عرفة بأشياء يروها أنها من المستحيلات، من الأمور الصعبة تحققها، فحققها الله سبحانه وتعالى لهم دون مشقة ولا تعب. تعرف العقيم لما يلد، هذا أمور بدون العلاج وبدون، وإحنا في زمن الطب الآن، أمور تعد من الأمور الصعبة، لا أقول المستحيلة، يحدث. واجتهدوا، الله عز وجل أكرمك بأنك أنت تستقبل هذه الأيام، اجتهدوا فيها في الطاعات على تنوعها. فالله سبحانه وتعالى لما أقسم باليوم الموعود اليوم القيامة، واليوم الشاهد وهو يوم الجمعة، واليوم المشهود وهو يوم عرفة كما في سنن الترمذي، أقسم بها لنجتهد فيها كي ننال ثواب العمل فيها. يعني الصلاة في هذه الأيام أهم من الصلاة في أي يوم، الذكر في هذه الأيام أكثر فضلا من الذكر في أي يوم. يوم الجمعة في هذه الأيام اجتمعت له فضيلتان، اجتمعت له فضيلة أنه يوم الجمعة أعظم الأيام عند الله، وأنه أعظم أيام جمع العام، أعظم أيام الجمعة التي تجيء في العام هو الجمعة التي تكون في العشر الأول من ذي الحجة. هكذا قرر ابن حجر رحمه الله في شرح صحيح البخاري، وهو يتصدر لشرح حديث عن العشر.
من الأعمال الفاضلة في هذه الأيام كلها الصيام، وهو عبادة وهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت كما عن بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم 9 الأول من ذي الحجة، وأنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وأنه كان يصوم 2 والخميس. فهذه الفضائل إذا اجتمعت، مثلا اجتمع صيام يوم الاثنين كسنة أولية، ثم أضيف إليها أنه يوم عرفة، فهذا من الأعمال الجليلة النفع والعظيمة في الأجر. الصوم المنصوص عليه تصريحا هو صوم يوم عرفة، يوم الاثنين، فاحرصوا على صيام ذلك اليوم إن لم تستطع حتى صيام الأيام المستقبلة إن شاء الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال يكفر سنة ماضية، يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يكفر سنتين، سنة مضت وسنة مستقبلة. فأجر كبير وثواب عميم وقربات ما أنفعها وما أجلها يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويستجاب فيها الدعوات. من الأعمال التي ينبغي الاجتهاد فيها أيضا الصلاة، ولا أقول لك فقط السنن القبلية اعتني بها والسنن البعدية اعتني بها على أتم وجه، إنما أقول الفرائض المكتوبة الفرائض. لماذا تكون مجالس ليس يعني عندك أي هم ولا أي شغل، ويأتي عليك الوقت والاثنين والخمس أوقات، ثم لا تذهب إلى المسجد مرة في اليوم تصلي حتى ولو المغرب والعشاء، تصلي الظهر، تصلي ما اتفق لك وما تيسر لك من فرائض اليوم. أداء الصلاة في جماعة من قربات العظيمة التي أوجبها بعض الحنابلة، يوجب صلاة الجماعة، يقولوا بأن صلاة الجماعة واجبة. الشافعية يقولوا أنها فرض كفاية. فلماذا لا يعني لماذا تنتظر غيرك يقوم بها عنك؟ فرض الكفاية، لماذا تنتظر غيرك يسقط هذا الفرض عنك؟ تحركوا إلى المساجد أيها الإخوة، عمروا بيوت الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. حديث سيدنا ثوبان، النبي صلى الله عليه وسلم نصحه وقال له عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله السجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، كما في صحيح مسلم. فأكثروا من السنن القبلية والبعدية في الصلوات، واحرصوا على صلاة الجماعة، أحيوها في المساجد وأحيوها في بيوتكم مع زوجاتكم ومع أولادكم، عمروا هذه الأوقات بالطاعات. من الطاعات الواجبة أيضا صلة الأرحام وتصحيح يا إخوة العلاقات التي يعني تشنجت وتوترت نتيجة قربنا من وسائل الاتصال والأشياء التي لم تكن في حياتنا قبل. إحنا الآن في العقد الثالث من القرن 21، تمام؟ لسنا في الستينات ولا في السبعينات، أيام ما كان الواحد لما يحب يعني يروح نفسه يجلس مع أبيه ولا يجلس مع أمه ولا يجلس مع أخوته، لا، بيجلس مع عالمه الافتراضي، مع الهاتف الذي ضيع الأوقات وأفسد العلاقات. صلوا أرحامكم أيها الأخوة، صلوا أرحامكم بكل الوسائل التي تستطيعون وبأقصى درجة تستطيعون. كذلك الصدقة، الصدقة وأنا قلت لكم أنها من أهم الأعمال المتعدية ومن أهم العبادات التي يتعدى نفعها، هي أيضا أهم عمل يتمنى المتوفى، يتمنى الميت لو أنه أعيد إلى الدنيا فتصدق. يعني لم يذكر يقول فأصلي فأصوم فأذكر، قال إيه ربنا؟ قالوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. تعمل إيه لما نأخرك؟ قال فأصدق. الصدقة لما يرى الميت الذي مات وانكشفت عنه الحجب ورأى الآخرة على طبيعتها وحقيقتها، يرى أجور الأعمال، فيرى أهم عمل وأكثر عمل له أجر وله نفع وله فضل وله يعني وسيلة عظمى في نجاة صاحبه هو الصدقة. فالميت يتمنى أن يعود، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ده منتهى
رغبات وأمنيات المتوفيين، انه ان الانسان يرجع ليتصدق بالصدقه. اوعى يا اخوه تنتظر لما تموت وابنك يروح يعمل عنك صدقه جاريه. الكلام ده كلام، وان حدث الى ان الجيل الطالع مش هيفتكر فينا حاجه ابدا. والله ما هتتعبوا نفسكم عشان الذريه الحمقاء هذه، سامحونا في التعبير، ما هم هينسونا ويبقوا حمقاء، يبقوا حمقى، هتتعبوا نفسكم عشانهم وفي الاخر هينسوكم. ما تنتظرش ابنك يروح يعمل عنك معروف في بلد، ولا يحفر عنك بئر في بلد، ولا يعمل عنك خير ابدا. الكلام ده انساه علشان خاطر تقدر تنجو بنفسك يوم يرجوك ابنك يرجوك في حسنه فتفر. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته، يعني زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. كل واحد عنده شأن يغنيه ويعني يجعله يستغني عن الاخر ببلواه وبمصيبته وبالكرب الذي نزل فيه. يا للاسف، يعني مش عايز الكلام يتشعب، انا بتكلم عن الصدقه. فيه رساله كثيرة التداول وأكثرت من الرد عليها، وللأسف لم أحتفظ برد واحد من الردود التي أسهبت فيها وأطلت فيها النفس. والمسلمين بنوع من حسن النية يتداولونها بشكل يعني فظيع. يقول لك يوم القيامة يوم رائع. ما هذا التعبير؟ ما أروع يوم القيامة؟ يعني هو يقصد مش أروع من الروع، أروع من شيء بديع وحلو وجميل. لا، يوم القيامة يوم فظيع، يوم قال الله عنه يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه. في حاجة اسمها يوم مثل هذا؟ الوصف بمثل يوم الغاشية، يوم بهذا الوصف يقال عنه يوم رائع، ويوم لما تمشي في مع النبي. مين اللي قال لك انك تمشي مع النبي ولا ورا النبي؟ ما احنا يمكن اعمالنا، حتى لو متنا على التوحيد، اعمالنا تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا بعدا بعدا وسحقا سحقا. فانتبهوا لبعض الاشياء التي تتداولونها بدون توثيق، وكاتب غير معروف، وكلام غير مبدوع وغير مستساغ، لأنه لا يتمشى مع نصوص القرآن ومع نصوص السنة التي جاءت كلها تخوف هول هذا اليوم. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وبعد كده يجي لك واحد، عايز أرطب كلامي مش قادر، يجي لك واحد مغفل مغيب يقول لك ده يوم رائع، يوم حلو، ويكرر بصيغه افعل، يكرر الكلمه اثناء المقال بتاعه. الاخوه يرسل ويتبادل، وكان خلاص عجل يا رب القيامه عشان ندخل الجنه. عملت ايه عشان تدخل الجنه يا عم الحاج؟ والله العظيم دعيب. والله الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. فمن الاشياء الجميله في هذه الايام أو الرائعة في هذه الأيام هي الصدقة. ومن أفضل الصدقة والأعمال التي تعين على الصدقة الأضحية. الأضحية لها فضل عند الله سبحانه وتعالى، ويغفر لصاحبها عند أول قطرة دم منها، وله بكل، كما في الأحاديث الثابتة كثير، له بكل شعرة وبر فيها حسنة، وهي نوع من التوسعة على الأهل في المقام الأول. الأول هي في اتباع لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها توسعة على الأهل والأصدقاء، ثم يلحق بها الصدقة على المساكين. ليس المقصود من الأضحية في المقام الأول الصدقة، إنما المقصود بها اتباع السنة كعبادة، وإلا تروح تدفع ثمنها وينفع. خدت بالك؟ لا، هو ما ينفعش تدفع ثمنها تتصدق بها، لما المقصود بها إقامة النسك بس، وإقامة النسك لا يكون إلا بالذبح، ولا للفرد أن يذبح شاة أو كبشا، وللسبعة أن يشتركوا، سبعة أفراد، من سبعة أفراد في الأسرة الواحدة، سبع بيوت يعني، يشتركوا في بقرة أو بعير حسب ما هو موجود في أي بلد يعني. فلا تفوتكم هذه الصدقات، وإخوانكم في المسجد يجمعون صدقة، عفوا، الأضحية، يجمعون الأضحية ليضحي عنها عن من دفعها في بلاد الصومال،
ويدفعونها يعني مقدرينها بثمانين يورو فقط، ثمانين يورو فقط. إلا الذي يتعسر عليه أن يضحي هنا، وهذا هو الأصل، أن يضحي في بلد إقامتك، ويتعسر عليه أن يرسلها للمنكوبين، يتعسر له أن يدفعها لإخوانه في مسجد ليؤدونها لمن يضحي عنكم في بلاد الصومال. وقلت أنها مقدارها 80 يورو للأضحية الواحدة. إذن عامة العبادات أفضل ما تكون في هذه الأيام، كل العبادات اللي تخطر على بالك، كل الأذكار، كل القربات أفضل ما تكون في هذه الأيام. حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد، ولا الجهاد في سبيل الله أفضل من العمل في هذه الأعمال؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة جهاد واحدة، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله، خرج في سبيل الله بنفسه وماله وكل ماله، ففقد الشهيد ممكن يفقد حياته أو ممكن يفقد ماله، يرجع بأحدهما، يرجع المال للأولاد ينتفع به، أو يفقد المال الذي أنفقه في سبيل الله، ينفقه كاملا في سبيل الله ويرجع مجبور الخاطر منتصرا، أو يرجع حيا على الأقل، فبرضو أيضا ينتفع أولاده به وينتفع هو بقدر باقي من الحياة. أما هذه الحالة، أما صاحب هذه الحالة التي عمله يفضل العمل في العشر ذي الحجة، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فاجتهدوا أيها الأخوة في هذه الأيام التي أكرمكم الله سبحانه وتعالى فيها، واحرصوا على القربات والطاعات، ولا تكونوا كالذين يعني يشهدون العرس ويعودون بلا شيء. احضروا وتمتعوا بالقرب من الله، فما ما لا يوجد في الدنيا أفضل متعة على الإطلاق، أفضل متعة على الإطلاق هي متعة أنك أنت تشعر أنك أنت في معية الله سبحانه وتعالى، ذكرا، صوما، صلاة، تحسين كلام وتحسين علاقات وإصلاح ما فسد بينك وبين إخوانك وبينك وبين أهلك. يعني هذا أمر من الأمور التي لا يسع المسلم أن يتركها في مثل هذه الأيام الفاضلة. أذكر حضراتكم إن شاء الله بأن صلاة العيد يوم الثلاثاء سنقيمها بإذن الله في المسجد إن شاء الله الساعة 6:30، تبدأ صلاة العيد، شعائر صلاة العيد تبدأ الساعة 6:30 في المسجد، ويا للأسف الحضور قاصر على الذين تقدموا بالتسجيل للحضور في صلاة العيد حسب ما أعلن الإخوة على منصات التواصل ومجموعة المسجد في تطبيق الواتس آب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم.